تشكيلة نادي الوداد البيضاوي أمام أولمبيك أسفي. في الحياة يوسف المطيع، على اليسار يحيى عطية الله، على اليمين أيوب العملوت، ثنائي قلب الدفاع لأمين أبو الفتح ويحيى الندراني. بلوتوس الميدان ليحيى جبان، جلال الداودي وبو سفيان. ثلاثة خط الهجوم لسيف الدين بورا، محمد النجم والسنغالي بولي سامبو، بخشيات البلجيكي زفين فان دي بيرك.